للوقوف أكثر على استمرار أزمة النازحين في العراق في ظل تجاهل كبير من الحكومة لمشاكلهم، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، بداية مرحبا بك. أوضاع نازحي جرف الصخر أشبه بأوضاع المعتقلين في سجن كبير في مخيم عمرية الفلوجة كما يصف أحوالهم حقوقيون، كيف تصفين وتراقبين ما يجري من أوضاع للنازحين وأوضاع الذين هم مبعدين عن ديارهم الآن في العراق في ظل ما يعانونه من ظلم؟ السلام عليكم ورحمة الله. أولا عيد مبارك للعراقيين برغم الآلام وبرغم المصائب التي تحل بالشعب العراقي، والرحمة لجميع الشهداء والشفاء لجميع الجرحى. يعني أوضاع النازحين التي لم تعد تخفى على أي أحد، وخاصة نازحي جرف الصخر الممنوعون من العودة إلى ديارهم بأوامر إيرانية. يعني مخيمات كما هو واضح تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، كما يشرحون هم بأنفسهم، لا يستطيعون الوصول إلى ماء صالح للشرب، يعني يساعدهم في هذه الأيام الشديدة الحرارة، المساعدات الإنسانية قليلة جدا وفقط من جهات معينة، والحكومة ليست لها أي علاقة بهؤلاء النازحين ولا تمدهم حتى بأي مساعدة، حتى لم تتذكرهم في أيام العيد هذه وتحاول أن يعني تساعدهم على الاحتفال بالعيد والذي هو حق من حقوقهم. أصبح النازحون الآن كأنهم ليسوا عراقيين، ليست لديهم هوية عراقية، الأطفال ليست لهم حق في التعليم، ليست لهم في الحق في الصحة، النساء كذلك، الكبار، الضعفاء، المرضى، الذين المعاقين، الكثير الكثير من الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها أي مجتمع، وهم جزء من المجتمع العراقي. إضافة إلى ذلك فهو الإجرام الكبير والذي هو منع عودتهم إلى ديارهم ومنعهم من ألا ترين دكتورة أن موضوع النازحين البعض يرى بأن السياسيين يقومون بالمساومة على ورقة أو ملف النازحين من أجل الحصول على مكاسب مستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بالفوز بالانتخابات؟ يعني هل ترين أن هذا الأمر له علاقة فعلا، وخاصة أن موضوع أو ملف النازحين ليس بالملف الجديد، يعني هناك سنين طويلة هذا الملف لم يحل؟ نعم بالتأكيد، يعني في كل فترة اقتراب من الانتخابات ترتفع الأصوات التي تنادي بحقوق النازحين والعودة وأوضاعهم المأساوية وغيرها، وهي مجرد دعايات انتخابية تستغلها الكثير من الجهات مع الأسف الشديد التي يعني تتسلق على ظهر قضية النازحين ومآسيهم فقط من أجل الحصول على مكتسبات انتخابية واجتذاب ما يمكن اجتذابه من الأصوات، وبعد أن تنتهي الانتخابات وبعد أن يحصلوا على مبتغاهم لا أحد يتذكر النازحين ولا حتى يفتحون حتى هواتفهم من أجل تلقي الشكاوى التي تتعلق بأوضاع النازحين وغيرها. طيب دكتورة، أكثر من منظمة حقوقية محلية ودولية اتهمت الحكومة بعدم الإيفاء بوعودها بشأن ملف النازحين، إلى أي مدى ترين أن هذه الاتهامات كافية فقط؟ يعني في الحقيقة مجرد اتهامات هذه لم تعد كافية ولا تفيد في التخفيف عن أوضاع النازحين. يعني ما تقوم به الحكومة العراقية يعني يرتقي عفوا إلى جرائم ضد الإنسانية، فهي تعرض حياتهم للخطر، ولكن مع هذا لا يوجد لحد الآن أي تحرك دولي حقيقي من أجل الضغط على الحكومة العراقية من أجل أن يعني تتحرك باتجاه تخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين
أو حل مشكلاتهم على الأقل بنشر الأمان أو إعادتهم من هم ممنوعون من العودة إلى ديارهم، من إعادتهم إلى ديارهم، بل الكثير فقط من كيل الاتهامات التي لم تس يعني ليست هناك أي يعني حل من وراءها. نعم. طيب دكتورة، يعني الآن أثر استغلال ملف النازحين سياسيا وانتخابيا، إلى أي مدى تعتقدين أن هذا الاستغلال لملف النازحين من قبل السياسيين ممكن أن يؤثر في طبيعة حياة النازحين مستقبلا؟ ممكن أن يؤدي إلى يعني تحسن في يعني توفير الخدمات، توفير الاحتياجات الإنسانية للنازحين؟ هل ترين أن هذا الأمر ممكن يعني؟ يعني كم من حكومة يعني استغلت أوضاع النازحين ووصلت إلى سدة السلطة ولم تستطع أن يعني أن تفي بوعودها وأن تساهم في التخفيف من أوضاع النازحين وتحسين الظروف التي يعيشونها. الحقيقة يعني جرب العراقيين الكثير من الوعود، ولحد الآن لا توجد أي يعني استجابة حقيقية أو تنفيذ لهذه الوعود، من حكومة الكاظمي إلى العبادي إلى عبد المهدي وغيرهم وغيرهم الكثير من الأحزاب التي كانت تذهب بدعايتها إلى مخيمات النزوح وتقوم باستغلال حاجة النازحين لبعض المساعدات الإنسانية من أجل أن تأخذ بعض الصور والدعايات، وبالتالي يديرون ظهورهم ولا عودة لهم ولا حتى تنفيذ للوعود. هذه الأوضاع لا زالت مستمرة في التفاقم منذ سنين ولا يوجد لها أي حل، لأن خاصة أن مصدر القرار في عودة النازحين كما هو أصبح معلوم لدى الجميع هو ليست بيد السياسيين، بل هي أوامر تأتيهم من إيران التي تنصب من تريد وتمنع النازحين من العودة إلى ديارهم. نعم. عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، نشكرك شكرا جزيلا.